صواريخ إيران نجحت في تحقيق أهدافها في إسرائيل، حقيقة أم مجرد وهم؟ تباينت الآراء حول الضربة الإيرانية الأخيرة الموجهة لإسرائيل بين فرح وتباهٍ، مقابل اعتبار البعض بأنها مسرحية بإخراج ضعيف. في سيناريو النجاح يمكن القول، صور الأقمار الاصطناعية كشفت أن دماراً أصاب قاعدة نبتيم العسكرية الإسرائيلية. شهود أفادوا بأن انفجارات عدة حدثت في المكان. مختصون أكدوا أن ربع الصواريخ على الأقل نجحت في تفادي أنظمة الدفاع الجوي والوصول إلى أهدافها. خبراء عسكريون أكدوا للمشهد أن طهران اتبعت تكتيك إغراق المنظومة الدفاعية الإسرائيلية بعدد كبير جداً من الصواريخ لضمان وصول بعضها إلى أهدافها، بالإضافة إلى استخدامها لصواريخ نوعية فرد صوتية. أما في سيناريو الفشل، فقد اعتبر المنتقدون أن الرد الإيراني المتأخر جداً والذي جاء بعد أسابيع من الصمت حيال الضربات التي تلقتها أذرعها في المنطقة من عمليات اغتيال وضرب بنى تحتية لم يكن بمستوى الحدث. كما كان لافتاً التصريحات الإيرانية التي أكدت عدم نية طهران بالتصعيد والاكتفاء بالهجوم المذكور كرد على اغتيال قادة حماس وحزب الله وحتى مستشاري الحرس الثوري الذين تم اغتيالهم بشكل متسلسل، ما اعتبر استكمالاً لسياسات التخلي عن القوى المرتبطة بها في المنطقة والتي تسميها إيران بالصبر الاستراتيجي. الأعين اليوم تترصد الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني، ولكن ما بين السيناريوين السابقين، ما هو تقييمك للهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل؟